أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن أوضاع الصيادين والانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل دول التحالف. تعرض 17 صيادا للاحتجاز والتعذيب على يد جنود التحالف والنخبة التهامية في جزيرة حنيش بالبحر الأحمر غرب الحديدة. ونقل موقع المصدر أونلاين عن مصادر محلية قولها إن الصيادين عادوا إلى قريتهم في مديرية الخوخة وعليهم آثار الضرب والتعذيب الذي تلقوه بعد احتجازهم في جزيرة حنيش لثلاثة أيام. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: كيف يمكن حماية الصيادين من انتهاكات التحالف وضمان استمرار معيشتهم؟ وإلى متى سيظل اليمنيون يدفعون تكلفة حرب السعودية والإمارات في البر والبحر؟ قبل النقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. صيادون يمنيون يشكون من عمليات اعتقال وتعذيب تعرضوا لها في جزر أرخبيل حنيش اليمنية الخاضعة للقوات السعودية منذ 5 أعوام. معلومات أدلى بها 17 صيادا ينتمون إلى قرية قطابة في مديرية الخوخة، وأضاءت على الجانب غير المرئي من سلوك القوات السعودية والانتهاكات التي تمارسها بحق الصيادين في هذا الأرخبيل الواقع قبالة مديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة. وطبقا لرواية هؤلاء الصيادين، فإن أحدث عملية احتجاز وتعذيب وقعت السبت عندما كانوا يقومون بمهمة صيد روتينية في مياه جزيرة حنيش الصغرى، حيث تفاجأوا بتوقف زورق حربي إلى جوارهم يقل ضباطا سعوديين ومجموعة من الجنود التابعين للنخبة التهامية الذين قاموا على الفور باقتياد الصيادين إلى سجن في الجزيرة تحت تهديد السلاح ليقبعوا رهن الاحتجاز في هذا السجن مدة 3 أيام تعرضوا خلالها للضرب والصعق الكهربائي ومصادرة ممتلكاتهم من أسماك وأجهزة ملاحية وأدوات صياد أخرى تقدر قيمتها بنحو 1,300,000 ريال يمني. وضعت القوات السعودية يدها على جزيرة حنيش الكبرى بعد عملية عسكرية استعراضية نفذتها في 11 ديسمبر 2015 مقابل تواجد عسكري محدود لقوات تابعة للجيش السابق وعناصر من ميليشيا الحوثي لتبدأ على إثرها معاناة الصيادين اليمنيين في مياه أرخبيل حنيش. فمنذ بداية التدخل العسكري للتحالف في مارس أذار 2015 واجه الصيادون اليمنيون في البحر الأحمر ظروفاً أمنية بالغة الصعوبة ساهمت إلى حد كبير في الحد من نشاط الاصطياد الذي يعتمد عليه سكان المدن والقرى الساحلية كمصدر دخل أساسي، إلى جانب ما يشكله ذلك من تهديد للاحتياجات اليومية للسكان من الأسماك. لم يضف وجود القوات السعودية في أرخبيل حنيش أي شيء يمكن قياسه من ناحية الأمان المفترض لحركة الملاحة الدولية التي كانت أحد المبررات الأساسية للوجود العسكري المبالغ فيه للقوات السعودية في جزر حنيش. فالنشاط العسكري للحوثيين لا يزال يشكل من وقت إلى آخر مصدر تهديد لسفن التحالف المدنية والعسكرية، فيما لا تزال الإمدادات العسكرية تصل إلى الحوثيين عبر البحر، وفي المقابل يتضاعف الثمن الذي يدفعه الصيادون ومعهم معظم السكان جراء النفوذ العسكري للتحالف في البحر الأحمر. إذن أبدأ النقاش مع ضيفي من الحديدة الناشط الحقوقي محمد خادم فرج. سيد محمد مساء الخير. مساء النور والعافية. الله يحييك. الأخبار تتحدث عن انتهاكات يواجهها الصيادون اليمنيون في مياه البحر الأحمر أي على الساحل الغربي، لكن ما الذي حدث للصيادين يوم أمس؟ في تاريخ 23 ديسمبر صيادون من أبناء الخوخة تعرضوا للاحتجاز في جزيرة حنيش. قال عدد منهم أنهم تلقوا العذاب من قبل جنود سعوديين، وعددهم 6 ضباط استخدمت معهم كابلات الكهرباء والضرب بأدوات خشبية والتعليق بالأيدي وإجراء تحقيق معهم على أساس أنهم الاشتباه بهم بتهريب السلاح للحوثيين. نعم، من الذي اتهمهم بذلك؟ لا، الضباط السعوديين. نعم تفضل. بعد التحقيق معهم
وتعرضهم للعذاب الشديد والانتهاكات. أفرج عنهم بعد 3 أيام متواصلة بعد مصادرة بعض أدوات الصيد. وصلوا إلى الخوقة وعليهم آثار العذاب. تم التحقيق في الأمر من قبل قيادة خفر السواحل اليمنية بقيادة القائد عبد الجبار الزحزوح، ولكن إلى الآن لم نرى ماذا كان في هذا التحقيق. عند الإفراج عنهم يعني أن لم تثبت التهمة عليهم، إذا لماذا يتعرض الأطراف للصيادين؟ ما الذي يسعون له من مضايقتهم وحرمانهم من مصادر رزقهم وأولادهم؟ الصيادين منذ بدء الحرب في اليمن تعرضوا للانتهاكات المتواصلة والمستمرة من قبل الميليشيات الحوثية وأيضا التحالف العربي. عندنا كثير من الأحداث وصلت إلينا، بلغ عدد إجمالي الشهداء 68 شهيدا و 35 جريح تقريبا. في 19/11/2015 استشهد عدد 11 صياد وجرح 9 آخرين، وفي 21/11 استشهد 7 وجرح 2 آخرين. أما في شهر أغسطس من 2018 تعرض 9 صيادين لقصف استشهد 7 ونجا 2 ما زالوا جرحى حتى الآن. في تاريخ 14/8/2018 تعرض قارب صيد صغير للقصف استشهد 4 صياد وجرحى 6 آخرين. في تاريخ 15/8/2018 استشهد 7 صيادا وجرحى 3 آخرين. في تاريخ 16/8 قصف قارب من سفينة صيد مجهولة. سيد محمد أرجو أن تبقى معي، سنعود لهذه الأرقام من جديد، لكن ينضم إلينا وزير الثروة السمكية من سقطرى سيد سعادة الوزير فهد كفاين. سيد فهد مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور. الله يحييك. العديد من الانتهاكات من قتل ونهب لمواد الصيد والاعتقال والقصف أيضا يتعرض لها الصيادون في السواحل اليمنية، أنتم في الوزارة ما هو تقييمكم لوضع الصيادين في اليمن؟ طبعا الوضع بصورة عامة للصيادين في المناطق الغير محررة بالذات وضع صعب نتيجة الانقلاب اللي قامت فيه ميليشيا الحوثي وتسببت في إسقاط الدولة في الكثير من المناطق وإسقاط مؤسسات الدولة، مما جعل الوزارة تواجه صعوبات في الوصول إلى هذه المناطق ومعرفة أوضاع الصيادين بصورة عامة وأوضاع الصيادين الذين تعرضوا بعضهم للاعتقال وآخرون للاعتداءات وللقصف أيضا وللإخفاء القسري في الكثير من المناطق. إنما هذا الملف هو بصورة عامة يحظى باهتمام من الحكومة ومن فخامة رئيس الجمهورية، ونحن مشكلت ومستمرة في عملها ما بين وزير الثروة السمكية ووزير الخارجية لمتابعة جميع البلاغات وقضية الصيادين المعتقلين والمخفين قسريا أيضا، خاصة في الجهات الخارجية. وسبق أن تم الإفراج عن بعض الصيادين من كانوا معتقلين في أريتريا أكثر من 100 مرة، وحتى هؤلاء الصيادين لم نستطع أن نقابل منهم أحد نتيجة القبضة الحديدية التي تمارسها ميليشيا الحوثي على هذه المناطق خاصة في الساحل الغربي وتحديدا الحديدة وحجة. الصيادين عند من كانوا معتقلين؟ كان بعض الصيادين اكثر من مره اعتقلوا في عند الجانب الاريتري، وحصلت اشكاليات كثيره في التعامل معهم، وبعضهم فقدوا معدتهم، بعضهم تم اخفائهم لفتره كبيره، ولا تزال مطالباتنا ومباحثاتنا مع هذه الجهات مستمره عبر وزاره الخارجيه وعبر سفاراتنا في. طيب بتقديرك سياده الوزير، بتقديرك سيادة الوزير، من المسؤول عن هذه الانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون اليوم؟
طبعا يعني هو ينبغي بان تكون الدوله تتحمل المسؤوليه مهما كانت امكانيتها تجاه هذا الامر، هذا بصوره عامه. تظل يعني الحكومه اليمنيه سنبقى مسؤولين عن اليمنيين بصوره عامه، وعلينا بان نبذل كل ما نستطيعه في حمايه اليمنيين بصوره عامه والصيادين بصوره خاصه. لكن الاشكاليه تتحدث في ان بعض المناطق خاصه المناطق الواقعه تحت سيطره الحوثي الامكانياتنا لم تسعفنا في الوصول اليهم، حتى اللجان الانسانيه والفرق التي اردنا بان تنزل وتعمل مسح في عند الصيادين خاصه فيما يتعلق بالاحتياجات، فيما يتعلق بالاثار الناتجه عن هذا الاعتداءات، فيما يتعلق باسر الشهداء الذين سقطوا نتيجه الحرب او اسر المخفيين قسرا والمعتقلين، هناك اشكاليه صعبه في الوصول اليها حتى. طيب ماذا عن الصيادين في مناطق التي تحت سيطره القوات المشتركه؟ تقول منظمه هيومن رايتس ووتش ان التحالف السعودي الاماراتي في تقرير اصدرته في اغسطس الماضي قالت اتهمت التحالف السعودي الاماراتي بقتل 47 صيادا يمنيا واحتجاز 100 اخرين بينهم اطفال. ماذا عنهم؟ كل الجهات يعني مرفوض ان يتعرض الصياد لاي اعتداءات من اي جهه كانت، لكن الغريب ان هذه الارقام التي تساق الان يعني الى الان نحن لم نتلقى بلاغات مباشره الى الوزاره باسماء هؤلاء او حتى شكاوى منهم مباشره، وبالتالي التعامل مع هكذا اخبار او 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 او, أو تداولات لم تصل الوزاره مباشره لجهه رسميه، هناك صعوبه في التعامل معها. طبعا سبق ان تواصلنا مع التحالف في كل ما وصلتنا من بلاغات، وهناك تواصلات مستمرة لمعرفة ما الذي حصل في هذه الاعتداءات ومعرفة أيضا حقائق اختفاء بعض الصيادين، وبعض الجهات وسائل الإعلام تتحدث لأنهم موجودين مع الطرف الآخر. نحن في الوزارة بحاجة إلى بلاغات حتى نستطيع بأن نتعامل مع الأطراف الأخرى عبر القنوات الرسمية وفق المستندات المقدم لنا. يعني مجملا أي اعتداء على الصيادين هو أمر مستهجن وأمر مرفوض، وينبغي أن تتوقف مثل هذه الاعتداءات من أي طرف كانت، والصيادين اليمنيين يجب أن يعضوا بالكرامة وبالأمان وأن يعودوا إلى ممارسة مهنة الصيد في المناطق المحررة بالذات، وهم آمنين لا يمنعهم شيء، والحكومة ينبغي أن تقوم بواجبها وسنقوم بواجبنا في هذا. نعم، وهذا هو السؤال هنا، في حسن الإمكانيات هؤلاء الذين فقدوا مصادر دخلهم بفعل الحرب، هذا هو السؤال هنا، هؤلاء الذين فقدوا دخلهم ومصادر دخلهم ومصادر دخل أطفالهم بفعل الحرب، كيف يمكن تأمين بدائل لهم؟ هل سيقوم التحالف بتعويضهم أو ستقوم الحكومة بدعمهم ليعودوا لأعمالهم ولتعود الحياة لطبيعتها؟ ستقوم الحكومة اليمنية بتعويض هؤلاء. نحن إلى الآن الوزارة أشرفت على تسليم 3000 قارب و 3000 محرك للمتضررين من آثار الحرب والمتضررين من آثار الأعاصير، وكل الكشوفات التي رفعت إلينا من هيئات المصائد السمكية سواء كان في البحر الأحمر أو الخليج عدن أو البحر العربي أو حتى في المهرة، هذه الكشوفات موجودة لدى الوزارة، وسيتم التعويض اولا باول سواء بتمويل حكومي وهو 50% تمويل وزاره الماليه في الحكومه اليمنيه، وايضا حتى عبر المنظمات الداعمه فيما يخص الجوانب الانسانيه من الاشقاء في التحالف، من منظمه الفاو، ومن ايضا اشقاء الاتراك دخلوا في الامر والاشقاء في الكويت، مجموعه من المنظمات ايضا انخرطت معنا في هذا النشاط. حتى البلاغات الأخيرة إذا ما وصلتنا كشوفات المتضررين، نحن على أتم الاستعداد لتعويض هؤلاء ولجعلهم ضمن القائمة المستحقة لهذا التعويض. الحكومة اليمنية ونحن في وزارة الثروة السمكية طبعا لا نزعم أننا استطعنا بأن نحتوي هذا الوضع الإنساني الصعب خاصة في شريحة الصيادين، لأن أغلب مناطق التماس هي شريحة في مناطق الاصطياد وفي السواحل. لا نزعم استيعاب هذا الملف بصوره كامله، ولكن نبذل جهد كبير في هذا الاتجاه، ونامل ان شاء الله ان نكون قد وفقنا في الاستجابه للكثير من الاحتياجات. اؤكد ان الاعتداءات على الصيادين اليمنيين في مناطق الاصطياد امر مرفوض من كل الجهات مهما كانت
وستتناول الحكومة هذا الملف بجدية، ومنتظرين بلاغات رسمية من الهيئة العامة للمصايد السمكية في البحر الأحمر ومن فروع الاتحادات السمكية والجمعيات السمكية. وسبق أن وجهنا رئيس هيئة المصايد السمكية في البحر الأحمر للتحقق من هذه الشكاوى التي طلعنا عليها في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الصحف. وزير الثروة السمكية فهد كفاين، أشكرك جزيل الشكر. ينضم إلينا أيضا من مأرب المحلل السياسي عبد الحفيظ الحطامي. سيد عبد الحفيظ، كيف تقيم وضع الصيادين في سواحل البحر الأحمر التي تخضع لسيطرة القوات التابعة للإمارات؟ نعم أختي الكريمة، طبعا الصياد على امتداد ساحل البحر الأحمر بمحافظة الحديدة واقع بين كماشتين للأسف الشديد. في السنوات قبل حدوث الانقلاب في العقود الماضية كانت الميليشيا هي التي تقاتل على الصيادين وتعتقل وتقتل وما إلى ذلك وتتمرع ومسمع النظام السابق حينها. اليوم بعد منذ 5 سنوات أصبح هذا الصياد أيضا للأسف الشديد في البر تمارس ميليشيات الحوثي قصف منازله، تشريد أطفاله، نهب مدخراته، نهب قوارب الصيد، تفخيخ وتلغيم القوافل وطرقات الصيادين، وهذا في البر وعلى شواطئ البحر الأحمر. للأسف الشديد وعندما يدخل القوارب الصيد بحثا عن الغذاء وبحثا عن الأسماك في البحر الأحمر للأسف الشديد يتعرضون للقصف تحت مبرر بأن الميليشيات تستخدم قوارب صيد، وللأسف الشديد لا يوجد للتحالف يعني وسيلة أو طريقة أخرى لعملية الفرد فيما يتعلق باستخدام الميليشيات لقوارب الصيد. والصيادين الأبرياء الذين ذهبوا الضحايا لعمليات قصف جوي أو قصف بحري من قبل القوات البحرية التابعة لقوات التحالف كما حدث من سلسلة عمليات قتل وقصف في مديرية الخوخ الساحلية والتي ذكرها الزميل محمد رضا فرج. وطبعا امتدت هذه الانتهاكات إلى مديرية اللحية في منطقة الخوخ الساحلية شمال مدينة الحديدة، بمعنى أن عملية الانتهاكات امتدت من جنوب الحديدة إلى شمالها. لم ينسى أبناء الخوبة وأبناء اللحية من تعرض قرابة 31 صيادا لعمليات قصف لستة قوارب صيد في الشواطئ منطقة الخوبة الساحلية التابعة لمديرية اللحية شمال مدينة الحديدة. وبالتالي هذه القصف الغير مبررة ولا يوجد شيء يبرر قوات التحالف بقصف هذه القوارب. وهناك صيادين محتجزون من القوات السعودية في جازان وفي مناطق أخرى وتم اصطيادهم من داخل البحر الأحمر. وسبق وأنا قدمت شخصيا كصحفي وإعلامي في محافظة الحديدة، قدمت رسالة للحكومة اليمنية للإفراج عن بقية من تقتطفهم تلك القوات. أختي الكريمة، هناك أيضا سجون في جزيرة حنيش الصغرى والكبرى، في الزقر، في جزيرة ميون، في كل المناطق الساحلية وحتى في جزر إرتيرية، ويقبع فيها وداخلها صيادون من محافظة الحديدة، إضافة إلى المختطفون سواء كان من القوات التابعة لألوية هامة أو من المواطنين الذين يرفضون تواجد ميليشيات خارج نطاق الدولة. للأسف الشديد هناك مدنيون سواء كان صيادون أو غيرهم مختطفون لدى القوات الإماراتية في بعض الجزر الواقعة تحت سيطرتها أو تلك التي سلمت إلى ميليشيات تتبع الأجهزة الإماراتية. وبالتالي فإن الصياد في محافظة الحديدة واقع بين كماشتين، التحالف من جهة والميليشيات من جهة أخرى. فإذا ما ذهب الصياد يبحث عن قوته الضروري له ولأسرته، للأسف الشديد يتعرض للقصف أو الاختطاف أو الاحتجاز أو التعذيب من قبل قوات التحالف. وإذا عاد إلى البر يجد أسرته تشردت بسبب قصف الميليشيات لمنازله أو إحراق منازله أو يعني مقتل العديد من الصيادين بسبب أيضا تفجير الألغام التي زرعتها الميليشيات على امتداد شواطئ محافظة الحديدة. سيد عبد الحفيظ تفضل البقاء معي. أعود للناشط الحقوقي محمد خادم فرج. سيد محمد، كيف تفترض أن تنتهي معاناة الصيادين في البحر الأحمر، خاصة وأنت استمعت إلى السيد عبد الحفيظ الذي قال أنهم بين كماشتين؟ سيد محمد، إذن سيد عبد الحفيظ لو تسمعني، برأيك من بيده أن يوقف هذه الانتهاكات؟ طبعا الحكومة
الحكومة اليمنية تتحمل المسؤولية الأخلاقية إزاء مواطنيها في المحافظة في المناطق المحررة كمنطقة الخوخة ومناطق المقا والمناطق التي وايضا مناطق الساحليه في الدرين والمناطق الساحليه في السحيده وهي مناطق محرره وعلى امتداد واسع من مناطق الحيمه الساحليه والفازه والجبليه وغيرها من المناطق الساحليه. هناك صيادون توقفوا عن العمل، اختي الكريمه، هناك الالاف من الصيادين توقفوا عن العمل بسبب عدم يعني قدرتهم على الدخول الى الشواطئ اليمنيه والى المياه الاقليميه اليمنيه للاصطياد. البعض، هناك المئات والالاف من الصيادين ذهبوا باتجاه سواحل حضرموت، سواحل عدن وغيرها من السواحل، بعضهم البعض جذب وذهب الى سواحل كينيا وبعض دول القرن الافريقي، البعض تعرض للاعتداء والبعض تعرض للاعتقال، البعض تعرض من قبل سلطات هذه الدول الى مصادره ممتلكاتهم وقوارب الصليب. للاسف الشديد الصياد في محافظه الحديده اما ان يذهب ليقصف في البحر الاحمر او يعود الى وقد دمرت منزله أو يموت جائعا مع أطفاله على متن قاربة. هذه هي مأساة الصياد في محافظة الحديدة للأسف الشديد. ألا مرأة ومسمع القيادة السياسية والجهات الحكومية، وهناك بلاغات من قبل الصيادين. الصياد في الحديدة بسيط، رجل بسيط، لا يوجد لديه، لا توجد حتى مؤسسات تحتويه، وبالتالي يبحث عن كرة أطفاله، فهو لا يعرف أن يوجه بلاغ للجهات المعنية، وهو يأمن خاصة في المناطق الآن المحررة، يعتقد بأنه بقي آمنا، لكن يفاجئ بإجراءات قاسية بحقه من قبل جهات يفترض أن توفر له الحماية، يفترض أن توفر له قوارب بعد أن صارت قواربهم متهالكة، يفترض أن تقدم معونات نائية ودوائية لأطفاله المشردين من منازلهم والنازحين في مناطق أخرى، لكن للأسف الشديد صياد محافظة الحديدة للأسف الشديد، وطبعا هذه المحافظة معظم عمالها من الصيادين، العشرات الآلاف من العمال يعولون عشرات الآلاف من الأسر على امتداد فعلا الوضع مزري جدا بالنسبة لهؤلاء الصيادين وأسرهم. أنت كيف تقيم باختصار سيدي، كيف تقيم أداء الحكومة في هذا الملف؟ هناك ضعف شديد فيما يتعلق بالذات في مناطق محافظة الحديدة بسبب عدم وعي الصياد وعدم إيجاد بلاغات ولا توجد مؤسسات حقوقية تضمن الحق للصياد. أيضا إضافة في مناطق محررة يهاب أو تهاب الكثير من الجمعيات والمؤسسات الخيرية إيجاد أو إرسال بلاغ للسلطة المحلية أو لقوات التحالف فيما يتعلق أو فيما يحدث من جرائم بحق الإنسانية وبحق الصياد في محافظة الحديدة. المحلل السياسي عبد الحفيظ الحطامي، أشكرك جزيل الشكر، كنت معي من مأرب، كما أشكر الناشط الحقوقي محمد خادم فرج الذي كان معي من الحديدة. وانقطع الاتصال، مشاهدينا نكتفي بهذا القدر، شكرا لحسن متابعتكم، هذه تحياتي وتحيات معد الحلقة ماهر أبو المجد وكل الطاقم، إلى اللقاء.